قال وزير الخارجية سامح شكري إن الغارات اللي شنتها مصر على مواقع للتنظيمات هنا الإرهابية بليبيا هي دفاع شرعي عن النفس، وإن القاهرة ستدافع عن أمنها كمان القومي بكل الوسائل المتاحة. وزير الخارجية أيضا قال أو أكد إن ثمة أدلة ستدافع عنها، عفوا أدلة دامغة على ارتباط هنا المواقع اللي تم استهدافها في ليبيا بحادث المينيا ضد الأقباط في مصر والحوادث أيضا السابقة. نكمل برضو مع حضراتكم ونروح للخبر اللي بعد كده.